تحرك من داخل النادي الاهلي في الجزيره لمطار القاهره، ومنه لتونس ان شاء الله باذن الله لمطار تونس. نتمنى لهم طبعا البعث النادي الاهلي الوصول بالسلامه. يمكن الكاميرا ابتدت بثلاثه بيشاركوا لاول مره مع الاهلي في نهائي دوري الابطال، يعني الكاميرا جابت اول حد امام عاشور، ثاني حد رضا سليم، رضا سليم، ثالث حد وسام ابو علي، والثلاثه دول بيتهيألي عندهم دوافع مختلفه احمد. يعني اعتقد ان الدوافع في الماتشات اللي زي دي تبقى يعني عامل مهم جدا تراهن عليه في تحقيق مكسب ماتش ومن بعده بطوله ان شاء الله. طبعا يا احمد دي مباراه الدوافع، يعني المباراه دي اصلا يعني انت ما فيش اقوى من نهائي تحقق دوري ابطال افريقيا لوحده دافع، فتخيل بقى انت بتحقق البطوله دي لاول مره. وطبعا يعني اعتقد ان الثلاثي من اللعيبه اللي هم عملوا فارق كبير جدا مع النادي الاهلي من وقت طبعا قدومهم للنادي الاهلي، والبطوله دي بالنسبه لهم هتبقى بطوله مهمه جدا. فيعني نتمنى طبعا ان هم يعني يقدروا يعملوا الفارق في مباراه الترجي سواء ذهابا او ايابا. نتمنى ان شاء واتمنى الله. واتمنى اتوقع ان شاء الله الاهلي قادر على العوده بنتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. خلينا ناخد بقى طبعا حضراتكم عارفين ومن الارقام اللي استعرضناها انه الترجي خلال مسابقه دوري او مشواره في دوري الابطال ما استقبلش غير ثلاث اهداف كلهم جم في مباراه واحده امام الهلال السوداني، فكان صعب شويه ان احنا نقيس عليه معدل استقبال الاهداف. فخدنا من بطوله الدوري التونسي المعدلات، هنبدا بمعدلات الاستقبال مع بلال. دي الاوقات او التوقيتات اللي بيستقبل فيها الترجي او شباك الترجي اهداف في مختلف الماتشات اللي لعبها في بطوله الدوري التونسي. خلينا نقول الارقام الابرز في معدل استقبالهم للاهداف يا احمد، يعني يمكن من الدقيقه 20 للدقيقه 30 18%، وبتروح بعد كده النسبه ل 9% و9% في الدقائق، يعني من 40 ل 50. وانت بتتكلم على اكتر من 50% في اخر تقريبا. ما انا عشان كده بقول لك يعني احنا هنروح للابرز ربع ساعه او ثلث ساعه في المباراه. يعني من الدقيقه 70 للدقيقه 80 هي تقريبا من الدقيقه 20 للدقيقه 30 بيستقبلوا بنسبه 18%، وطبعا المعدل الاعلى لاخر 10 دقائق. بالظبط، يعني بيستقبلوا بنسبه 36%. الترجي التونسي في خلال مشواره في بطوله الدوري سجل 29 هدف واستقبلت شباكه 11 هدف. نروح ل معدلات تسجيل للاهداف. اول 10 دقائق بنسبه 17%، ودي نسبه كويسه جدا بيسجلوا فيها، وده يعني باين ان هم بينزلوا في اول مباراه ضاغطين وبيلعبوا بشراسه كبيره جدا. واخر 10 دقائق، وهنا يعني لو ربطنا باخر 10 دقائق في ان هم بيدخل فيهم اهداف برضو اعلى بيندفعوا هجوميا. بيندفعوا هجوميا في اخر 10 دقائق، لان هو قلت لك بيعتمد ان هو يعني بعد اول 10 دقائق بيبدا يلعب بهدوء. بيبدا بس يلعب ضاغط عشان بس يمتص حماس المنافس، ويبدا بعد كده بالهدوء اللي هو بيخلي اخر 10 دقائق بناء طبعا عن سير المباراه بيبدا يهاجم بشراسه، وده باين جدا ان هو بيستقبل وبيحرز اهداف في اخر 10 دقائق. طيب بس برضو من الرقم ده احمد ان هم عندهم برضو على مدار احداث اللقاء عندهم فرصه ان 10% دي لو تلاحظ ان المعدل ثابت تقريبا ما بيقلش غير في الدقيقه من الدقيقه 60 للدقيقه 70 وبيرجع يعلى تاني. دي التحولات دي التحولات اللي عندهم فرصة دايما ان هم يسجلوا في اي وقت في المباراة، لكن بيبداوها بهجوم ضاغط جدا بيفنشوا. بص نسبة 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 ثابتة، بص النسبة دي دايما الهدوء ده هدوء، يعني بيخلي خلي بالك الهدوء ده يا احمد بيخلي المنافس. خد بالك برضو الدوري التونسي غير، ما بقاش بنفس القوة اللي طبعا. عليها يعني دايما كنا بنشوف صفاقسي، النجم الساحلي، وحتى في فترات الافريقي التونسي الترجي طبعا دايما في مسابقات افريقيا ودايما تختلف منافسه، لكن في الفتره الاخيره يمكن الكره في تونس الى حد كبير جدا على الاقل محليا تراجعت، يمكن المنتخب عشان المحترفين وكده، لكن محليا اعتقد انه الانديه التونسيه بشكل عام تراجع مستواها فتره طويله.